باقي فقراتنا الصباحية، وين رح نروح سلمى؟ أكيد سالي، مسك الختام رح يكون مع دائما الإيد الشابة والتطوع. ياسمين منسي هو العنوان يلي حملته المبادرة الجديدة اللي أطلقتها أو اللي أطلق فريق كنا وسنبقى التطوعي، واللي استهدف الأطفال المتسربين دراسيا. نتعرف أكثر على هالمبادرة، بيصيرنا يكون معنا اليوم بصباحنا غير سائد عبد الغني مدير فريق كنا وسنبقى، ونور الرز من الفريق الإعلامي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخيرات. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. بداية خلينا نحكي عن الاسم، نحكي مع حضرتك عن الاسم ياسمين منسي. خلينا نحكي عن هاي المبادرة اللي أطلقتوها تحت هذا العنوان يلي بيحمل كثير من المعاني. تمام. بفريق كنا وسنبقى دائما في عنا يعني هيك يعني عناية كثير باختيار الاسم. مثلا مثل المبادرات، في عنا اسم عيرني دفاكي، مبادرة شتوية، كسرة خبزي، مبادرة رمضانية، فكتير بنشتغل على موضوع الاسم. فبالنسبة لياسمين منسي، هو هذا الياسمين اللي موجود بشوارع دمشق، وطبعا يعني ما فينا ننكر وجوده، هو موجود فعلا. وممكن بتلاقيه ببيع ورد، ممكن بتلاقيه ببيع محارم، ممكن بتلاقيه معين لأسرته، ممكن هو يكون كتير متسرب دراسيا، ممكن كتير يكون يعني في أوضاع كتير. حتى من خلال دراستنا لهذه المبادرة شفنا كتير أوضاع حتى يعني ما كنا نتخيل إنه إحنا بنشوفها. يعني في مجموعة من الأطفال ممكن يكونوا ضمن عصابة، في حدا بيقول لهم اشحدوا وعملوا وساووا، فإنه كتير الموضوع حساس. وبصراحة يعني إحنا ما كنا متوقعين إنه إحنا لازم نشتغل عليه كتير لهالدرجة، إنه كنا شايفين الموضوع من الظاهر. فياسمين منسي هن هدول الأطفال اللي تسربوا دراسياً، اللي ظروف الحرب وظروف البلد جبرتهم إنه يبعدوا عن الدراسة، لظروف أهلهم خلتهم ينزلوا على الشارع ويبيعوا هاي المواد أو يتسولوا أو 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 إلى آخره. وطبعاً الموضوع يعني مرتبط كثير بثقافة الأسرة. لما بتكون الأسرة عندها ثقافة جيدة أكيد فيعني ما بتصير مثل هاي الحالات. فمن هون يعني من هون طلعت ياسمين منسي. هي مبادرة تعليمية ترفيهية تعنى بالأطفال المتسولين والمتسربين عن المدارس. نعم. أكيد. يعني نور، طبعا رح نتعرف أكيد من سائد عن معلومات أكثر عن مراحل هاي الحملة، ولكن خلينا نعرف منك باعتبارك بالفريق الإعلامي. طبعا. كيف تم الإعلان عن هذا الموضوع؟ خلينا نقول شو الطريقة اللي اتبعتوها، كيف يمكن تم الترويج للحملة، اللغة اللي خاطبتوا فيها يمكن أكيد المستهدف اللي هنا الأطفال. تمام. هلأ بداية نحن نزلنا على الشارع، شفنا الأطفال، شفنا الحالات، حاولنا نتواصل معهم. طبعا أول شيء واجهنا صعوبات، مثل ما بتعرفوا إنه في أطفال هلأ عم يصير في عمالة، عم يكون إنه هن مفروض عليهم إنه هن يبيعوا أشياء ويرجعوا. طبعا هن المشغلين أوقات، يعني هن مغصوبين ببعض الأوقات على هذا العمل. فكتير أول شيء حاولنا نستخدم أساليب معينة حتى نعرف هدول الأطفال، هل هن بالمدارس أو هن متسربين، هل هن عندهم قابلية إنه نحن نشتغل معهم، حتى قدرنا نجمع شوي يعني اطفال ومعلومات عنهم، وقدرنا حتى يتقبلونا الاهل بالفكره تماما انه نحن بدنا نشتغل معهم بجانب تعليمي وجانب ترفيهي، بدنا نحاول نرجع. يخافوا؟ ايه تماما يخافوا، يعني حتى انه في كان احيانا انه يواجهنا رفض تام، انه لا انا ابني اذا ما طلع وباع هذا الشيء وباع البسكوت كذا ما حيجينا نحن ماديا يعني مستفيدين منهم. تمام. فالحمد لله قدرنا نحن نجمع مجموعه من الاطفال، تقريبا حوالي 50 طفل. نحن لسه عم نترقب، معنا يعني 60 طفل ومستعدين ان شاء الله انه نحن نشتغل معهم. ان شاء الله. يعني انتم وظيفتكم كمان مو بس انكم تحضنوا هدول الاطفال، كمان توعوا الاهل يلي هن ما عارفانين شو مصير ابنائهم. رح ننتقل لك سائد ونحكي على الفئات العمريه يلي عم بيتم احتضانها. دائما احيانا بيكون مثلا بعمر صغير، احيانا بيكون مثلا مراهق شاب ممكن بفتره معينه، انتم بتحتضنوا جميع هدول الفئات العمريه؟ بصراحه بهي المبادره كونها هي يعني الخطوه الاولى او الانطلاق كنا وسنبقى بمجال المتسولين والمتسربين دراسيا، فاخذنا يعني عينه بين 6 و13 سنه. حددتوا يعني الصف الاول والسابع تقريبا، هدول يعني اطفال بعمر صغير قابلين للتعلم، ممكن كثير يعطوا نتائج. يعني هدول يعني خلينا نقول الجيل الجديد اللي هلا عم يطلع. تمام. حاولنا كثير نركز على هذا الجيل لحتى نبني يعني مجتمع صحي ومجتمع يعني صحيح 100% ان شاء الله. ولما ببلش 6 سنين الولد اليوم هو صف اول، فاحنا عم نبلش معه من الخطوه الاولى من الدرجه الاولى، وبنستمر معهم يعني لمرحله السابع. هلا بالسابع يعني المتسربين من السابع بلشنا معهم بمنهاج التاسع. حلو.
الخطه معهم انه نشتغل معهم انه بمنهاج التاسع، انه حنبلش معهم من الصفر ونوصل بنحاول نوصل لمنهاج التاسع. طبعا مده تنفيذ هاي المبادره ما بتتجاوز 3 شهور لانه هي لها تمويل من منظمه، بس احنا يعني في عنا افكار للاستمراريه ولتطوير هاي المبادره ولا حتى نشرها، بس انه كانت هي الخطوه الاولى. اكيد نعم. يعني سائد مثل ما بنقول ايد واحده لحالها ما بتسقف، اكيد يعني اكيد انتم بحاجه لتشبيك مع جهات متعدده. مثل ما قلنا هذا الموضوع كثير حساس، وخصوصا المتسربين في لهم كثير فئات موجودين. قبل الحرب معروف يمكن كثير اسباب كان تواجدهم بالشارع، وبعد الحرب صار في تبعات اخرى. مين الجهات اللي عم تتعاملوا معها او عم تشبكوا معها، والاستمراريه بهذا الموضوع؟ هلا كدعم مالي هو UNHCR. UNHCR درسوا المبادره وشاورونا فيها وتحاورنا معهم لحتى بصراحه قدرنا نحصل على التمويل، وهذا كان يعني بدايه الانجاز. عم نطبق المشروع بالتعاون مع جمعيه الندى، هن المشرفين المباشرين على تطبيق المشروع، يعني دائما التشبيك بيننا وبينهم. اكيد في رعايه من وزاره الشؤون الاجتماعيه، بس هي دائما بتوصل متاخره. يعني قدمنا كتاب لحتى يكون في شيء بالوزاره، بس لكن المعاملات بالوزاره يعني بتاخذ وقت كثير، احيانا بتصل الى شهر. يعني في حتى جمعيه ثانيه اسمها سكر موجوده بجرمانة كمان في تعاون، وهن ساعدونا يعني نعرف اماكن تواجد الاولاد ونتعرف على اولاد كثير. فهدول يعني معظم الجهات اللي احنا بنشبك معهم بهي المبادره. تمام، رح ننتقل كمان لنور لنحكي عن كيفية التعامل مع هدول الأطفال يلي كانوا تركوا دراستهم ونزلوا على الشارع. كيف عم يتم احتضانهم؟ كيف عم يتم التعامل معهم ككوادر؟ لازم تكون كوادر شوي مؤهلة لتقدر تتعامل مع كل طفل. أحيانا بيكون في أطفال عندها عدوانية، كيف عم تتعاملوا معهم؟ هلا أول شيء طبعا إنه مثل ما بيقولوا هو الابتسامة سر التواصل. أكيد. فأنت هذا الطفل ما بتعرفي أنت شو معاني بالشارع، شو قسوة وكذا. فأنا كان بالنسبة إليك حتى كلياتنا بتخزين أول شيء أعطيه الابتسامة، ريحي نفسيا، حسيه بالقرب. تمام، هن بالنهاية إنه بدهم أسلوب معين. أكيد. يعني بدهم أول شيء نحن بنشتغل على الدعم النفسي، أكيد في أخصائيين عم نحاول نلاقي طريقة مثل ما بيقولوا شو يعني كل طفل له قفل ومفتاح، كيف نحن بدنا نتقرب منه لحتى هو يعطينا يرتاح نفسيا وينفتح معنا. تمام، على الموضوع ونقدر نحن نتابع معه نشوف شو عنده قدرات، شو عنده مواهب، ننمي هاي القصص ونشتغل عليها. أهم شيء إنه هو متى ما تقبلنا، لأنه هو الطفل بالشارع بيكون عنده حذره، عنده استعداد دائما انه اي حدا بده ياذيه. اكيد، يعني اكثر شيء واجهنا سلوك العدوانيه دائما. تماما، انه المرحبا بده اسلوب معين. فهذا الشيء اللي اكثر شيء نحن عم نحاول انه نكون كثير حذرين فيه. تمام. طيب كمان سائد خلينا نحكي عن عدد يمكن الاطفال اللي قدرتوا لهلا توصلوا لهم، الاماكن اللي انتم متواجدين فيها، كيف عم بيتم تنسيق هذا الموضوع؟ يعني هن اصلا اطفال متواجدين بالشارع، يعني صعب جدا، يعني خلينا نقول المستهدف من الحمله هو حدا كثير صعب انت تلاقيه اوقات. كم طفل وصلتوا لهلا؟ اليوم عينتنا تقريبا 50 طفل، لكن احنا ضمن الخطه ممكن نوصل لل 60. يعني 50 كثير منيح بالنسبه لاطفال الشوارع كبدايه. يعني عدد جيد يعني هو بصراحه، والوصول له مانو سهل. مانو سهل ابدا. بالضبط، ودائما بتكون المشكله من عند الاهل، انه بيقول لك هذا الولد عم يجيب لي كل يوم 2000 3 انت وين اخذه؟ ومتى ما عرفوا انه في حدا عم يسال عنهم بيختفوا من المكان اللي هنا متواجدين فيه. يعني مثل ما قلت لك الموضوع شائك ولسه يعني لازم يندرس اكثر. وبصراحه يعني انا ما كثير بدي اتعمق، بس بدي اقول انه مو كل ولد بالشارع ممكن انه بينعطى، ومو كل متسول بالشارع ممكن انه بينعطى. لا، في اشخاص عم تبني ثروات من هي الامور. وحتى يعني انا من فتره تواصلت مع الامن الجنائي بدمشق، وفي متسولين عندنا يعني بيملكوا ملايين، يعني ارقام كثير خياليه. ومو دائما يعني صح انك انت تعطي حدا بالشارع، ممكن انت تكون عم تساهم بالغلط. يعني في أسر يعني فعلا متواضعة، هي الأسر الأصيلة السورية الدمشقية أو من ريف دمشق. هاي الأسر نالهم احنا كفريق كنا وسنبقى، احنا فريق شبابي يعني لسه حتى ما لنا يعني مرخصين كجمعية خيرية، فبس عنا يعني عنا مجموعة علاقات. فأنت تعال بدنا هالولد خلينا ندرسه ونعلمه وناخده شوي، وآخر شيء يوصل على المدرسة يندمج. بس احنا رح نأمن لك مهنة، انت مثلا شو شغلتك؟ انا حداد او نجار او او او، فاحنا رح نخضعك لدوره بالتعاون اكيد مع منظمه او جمعيه. هي يعني كمان فرص عمل انتم خلقتوا للاسر. يعني هو كان يعني عطفا على كلامك، انا ما فيني اخذ الولد من الشارع اللي هو عم يامن دخل من الاسره واترك الاسره بلا اكل.
والسلة الغذائية هي ما عادت حل. يعني اليوم الإغاثة بشكل عام هي ما عادت حل. يعني إحنا خلص صرنا بمرحلة نهاية الحرب. فاليوم يعني من المهم إنه نشتغل شيء تنمية. فأنت شو كانت مهنتك قبل الحرب أو شو بتشتغل شو بتعمل؟ أنا دهان، أنا حداد، أنا خياط. طب تعال أنا راح أخذ عقلة دورة خياطة أو حدادة أو إلى آخره اللي أنت بتحب تشتغله، وراح أقدم لك عدة أو تمويل بسيط وأنت انطلق بحياتك. أنا إنه في منظمات بتقدم بين 500,000 والمليون كقرض، وإذا نجح المشروع المنظمة ما بتسترد القرض، وإذا فشل المشروع بسده على أقساط كثير يعني طويلة. فتعال إحنا نأخذ هذا الطفل منك، نقدم لك هذا القرض وانت بلش حياتك يعني بالطريقة الصح. يعني ما عاد في داعي هاي الأطفال تنزل وتقعد بالشوارع وتتسول أو تبيع أي شيء. أكيد يعني فكرة حلوة، بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب، إن شاء الله تقدروا تحصلوا كمان على نتائج ملموسة بوقت قصير، وتحصلوا كمان أنه توصلوا لكتير من الأطفال المتواجدين. شكرا لكم. شكرا لوجودكم معنا. إن شاء الله يا رب هيدي المبادرة بتكبر يعني بتصير إلها طبعا مجالات غير الفئات العمرية اللي حكيت عنها، كنت تستهدف فئات عمرية تانية. وشكرا لوجودكم معنا، أهلا وسهلا فيكم. أكيد سالي، وين محطتنا الأخيرة هلا؟ رح نروح هلا مع بعض النصائح، نصائح عن سرطان الثدي والتوعية طبعا مع زميلتنا أريش فرزلي. خلونا نتابع سوا. يمكن الكتار منا بيسمع خلال نهاره كلمة سرطان الثدي، لكن القليل من السيدات بيمتلكوا الجرأة أنه يتوجهوا لأقرب مركز ويخضعوا للفحوصات. خلونا بالبداية نتعرف بلمحة سريعة على مرض سرطان الثدي. هو نوع من أنواع السرطانات يظهر في أنسجة الثدي، من علاماته تغيير في شكل الثدي وظهور كتلة أو بقع حمراء ذات قشور. وفي حال انتشار المرض بالجسم تظهر العلامات التالية: ألم في العظام، انتفاخ في الغدد الليمفية، ضيق في التنفس أو اصفرار في الجلد. لنتجنب الإصابة بهالمرض يلي كتار منا بيسموه هداك المرض، خصصت الجمعية السورية لمكافحة السرطان ضمن حمل أيام مجانية للمعاينات وتصوير الماموغرام والإيكو للسيدات. لهيك فيك تتوجهي لأقرب مركز طبي معني بهالفحوصات. منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من بين كل 6 وفيات على مستوى العالم تنتج واحدة منها عن السرطان، كما يتم تشخيص إصابة 14 مليون شخص كل عام بالسرطان، وبين 5% إلى 10% من الحالات الناجمة بتكون عن طفرة جينية متوارثة عبر الأجيال، ومعظم الوفيات تحدث بالدول الفقيرة والنامية. لهيك بيبقى نذكرك أنه الكشف المبكر بينقذ حياتك. سالي، أكيد مع هالنصيحة يلي أعدتها زميلتنا أريش بيكون حلقتنا لليوم وصلت لنهايتها. نحن رح نبقى معكم على الموعد كل يوم الساعة 9 الصبح، فكونوا معنا على الموعد. لكل يلي بيحب يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات، خليكم برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطياتها المستمرة على مدار اليوم. أكيد لحراس وصناع الأمان أبطال الجيش العربي السوري، تبقوا بألف خير. نهارك سعيد سالي. نهارك سعيد سلمى، ويعطيك العافية. وأكيد ختامنا رح يبقى يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. وأكيد لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه وعلى تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل الرحمة لشهداء سوريا مدنيين وعسكريين، كل التحية لكم وإلى اللقاء. باي باي. باي باي.
الله يا ملك، الله ما أجملك، الله على منتخب سوريا. ذكية البينية في قمة الروعة، هدف أول بواز مش دخل، هدف سوريا أول. عمر خربين يتقدم ليسجل على طريقة الكبار. كرة سورية، تصوير رائع. ما زالت الخطورة وتسجيل جول.